المجد أهل المجد فيها بساتين، وجبنا لكم من هالبساتين بستان، وما دامكم راقين فخمين جازلين، الجزل خليناه يا الرفع عنوان. واليوم خلكم لنا مستعدين، ومن الجزالة عندنا أشكال وألوان. المجد يا أهل المجد فيها بساتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا ومسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الجزالة. ومن الجزالة عندنا أشكال وألوان. مرحبا ومسهلا فيكم أعزائي المشاهدين مع ضيف جزل من ضيوف الجزالة، وضيفنا اليوم غير، عسى الله يعيني وعسى الله يعينه. الأسئلة بتكون نارية والحلقة بتكون نارية، وإن شاء الله تنال استحسانكم ورضاكم مع الشاعر المتميز والجزل ماجد نصيف. مساك الله بالخير ابو بالون. الله يمسيك بالنور ويرضى ويطول عمرك. الله يحييك وابرك الساعات، والله والشرف لينا. الله يرفع قدرك وياك. شكرا لك لاستجابتك لها الدعوه اللي شرفتنا بالقناه وشرفتنا بالبرنامج. الله يطول عمرك، وشكرا لك انت على بعد استدعائي واللي خصيتني من بين هالشعراء ولي الشرف. تستاهل يا ابو بالود، انت شاعر كبير. الله يطول ونستفيد منك، ومستمتعين بمشاهدة ما شاء الله تبارك الله خفة دمك أنت وشاعرنا الكبير أبو ديب. الله يطول عمرك ويستاهل أبو ديب السنة هذا، والله يوفق هالوجه. ولا ننسى نقول الحمد لله على سلامته شاعر سعد العتيبي. الحمد لله على سلامته، وبشركم بخير ونعمة ووعكة صحية خفيفة، والحمد لله وتعدت وبخير. الله يجعله ما يشوف شر، وإن شاء الله أبو بالود عن طريقك أنه يشرفنا برضه ونفرح فيه مثلك ان شاء الله. خله بس خله ايام بس ويتعافى، وان شاء الله نجي. الحين معذور عادلين، وعسى الله يشافيه ويعافيه. الله يحفظك ويطول الله يطول بعمرك. الان ببدا معك ابو بالود من البدايه، وانت شاعر كبير ومعروف وما شاء الله تبارك الله بالفتره الحاليه انت الترند. الله يطول عمرك. ودي تتكلم لي عن بدايتك ونمشي فيها. والله يا احمد بدايتي يعني بدايه اي شاعر يعني ان اكتب يعني كتبت الشعر يمكن اكثر من 30 سنه ما شاء الله تبارك او 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 25 سنه، لكن الظهور الفعلي لي يمكن من 10 سنوات وجاي، من 10 سنوات وجاي. انا كنت خبر الاعلام من اول. انا كنت بقول لك وش السبب، ليش السبب انت خابر يعني الاعلام والتحزبات واللي ما عنده واسطه واللي يعني ما كانوا يبحثون عن الابداع، كانوا يبحثون عن الحاجه الثانيه احنا ما كنا نعرفها ولا نفقهها، ولكن ما كانوا يبحثون عن الابداع. ويوم صارت كل واحد قناته في يده سنابه ظهر المبدع غصب. نعم، على جميع، والحمد لله رب العالمين، جانا جماهيريه وجانا ما شاء الله تبارك الله. يعني نقول ان الشعر بوقت من الاوقات كان محسوبيات وشله وارفقاك اللي تعرفهم فقط. الله يحمد، الكلام هذا مفروغ منه، وانت تعرف الشيء هذا صحيح. احنا نعرف يعني الكلام هذا قدام 25 سنه وقدام 30 سنه، يعني فتره قطوف والمختلف والمجلات هذه ولا يعني كانوا كل تحزبات، يعني الك واسطه والك علاقات فانت بتطلع، مالك لو انك اقوى من المتنبي ما راح تطلع في الوقت ذاك. صح صدق، لكن الحمد لله وكلنا حاولنا وكلنا بغينا. يمكن انت مرت عليك نفس التجربه بعد. صحيح، يعني انا اذكر اني كنت راسل وكنت وكانت قصائدي ترمى تكرم في الزباله، يعني ما حد يعاين فيها. لكن يوم جامعي قناه يعني سنابي وصرت انا المتحكم في قناتي وصرت انا اللي ارسل وصرت خلاص طلعت، وطلع ابو ديب وطلعوا شعار واجد يعني مهم ورحنا. ونحمد الله نعتبرها نعمة يا أبو ما في بالود. شك ما في شك إيه؟ ما في شك إنها قضت على الظلم. قضت على الظلم وعلى التحزبات وعلى أنت الآن شفتي جميع اللي الشعراء الفترة اللي كانوا
الان ما لهم وجود اكثرهم. اكثرهم نعم. اكثرهم ما له وجود. صح. حتى الاعلاميين اللي من اول اللي كانوا ماسكين الاذى اكثرهم الان ما له وجود. صحيح. يعني وانت خابر والعلوم كلها خابرينها. اي نعم. نبي نكسر جمود هالكلام. بس هذا هو عادي. اي نعم. بقصيده من اختيارك ومن قصايدك الجزله المتميزه. الله يطول عمرك. فيه يقول العمر رحلة تبتدي بالطفولة ولا تنتهي إلا إذا الآدمي مات. الزاد قال الله وقال رسوله ولم تعمال حظوظه وسجلات تجاوب سؤال ما قدرنا نقوله في أسئلة واجد بليا إجابات طريقها للبعض سهل وصوله للبعض شوك وقل زاد ومتاهات إنسان فيها يموت فول فصوله ويخلد فعله مياته السنوات وإنسان ياصل ويتعدى الكهولة عايش ولكن عيشت عيشة أموات والعمر ما يحسب قصره وطوله حسب النتيجة يحسبون المسافات. الله الله صح لسانك. حسب النتيجة يحسبون المسافات. يحسبون المسافات. هو العمر الإنسان حسب النتائج اللي هو يطلعها. ما بعض الناس ياصل 100 سنة ولا حد يعرف ولا أنتج فيها الحياة. الله وبعضهم مثل حياة رحيب بصيص عمره 26 سنة كل الجزيرة العربية تعرفه. ينش ما يعني الأمور. والله صح لسانك. صح بدك الله يطول عمرك. وأنت يا أبو بالود عندك هالمقيطيفات اللي يسمونها المقيطيفات اللي عادل ديوان شعري كامل مو قصيده. الله يطول عمرك. اي والله. لكن فيه واحد تنودي اسالك عنها حقه العزوبيه اللي تشكي على عمك. هذه بيتين. اي يومني كنت صغير وربعي وعيال عمي اللي كلهم اللي في سني تجوزوا وانا ما تجوز. نعم. وارسلت لي بيتين لك انا اقول عمي دخيلك ما عاد اقدر نفس صبري اللي 30 عام وتسني الهامل وعيال خلق الله اللي حوري وكبري اللي معورع واللي حرمته حامل. هذه من البيوت اللي انتشرت وراحت. ما شاء الله تبارك الله. طيب هل هو من زمان ابو بالود عندك القصيد هذا اللي هو الفكاهي او المنالوج او انك يعني بديت فيه من تالي وشفت انه يعني لا والله موجود لان الشعر انت خابري موهبه يعني ما هو صح ما بقى انت اللي يعني اللي تبغى تتجه اتجاه معين يعني هذه تخلق فيك. صحيح. فأنا الابيات الفكاهيه وهذه ابدع فيها والغزاء بعد لي فيه. نعم. والتوجد لي فيه وكلها والله لي فيها. لا انت من ناحيتك وانا من جماهيرك يا ابو بالود. الله يطول عمرك. مبدع بكل المجالات. الله يطول عمرك. بس انا اقصد هالجانب هذا الفكاهي انه يعني انت تعنيتها انك تطلع شفت تقبل الجمهور. لا لا شوف هو اعوذ بالله من كلمه انت اللي صرت موهوب ولا اللي صرت موهوب فانت موهوب في كل الاغراض. صح. يعني ما تجي موهوب في غزل وما انت موهوب في مدح. صحيح. لانك الذائقه هي نفسها وحده عندك سواء انت اللي صرت شاعر مبدع راح تبدع في جميع المجالات. وانا جربت نفسي فيها كلها والحمد لله جالها جماهيريه وجالها تستاهل تستاهل واللي مثلك يستاهل. الله يطول عمرك. وفيه بعض العالم اللي ان شاء الله ما هو بنت ولا هو ان شاء الله اللي يشاهدون اللي لو اخذ جماهيريتك وما شاء الله تبارك الله هالنهوض اللي انت نهضته انت وشاعرنا ابو ذيب والله ممكن اني لو اكلمه حتى بالواتس ما يرد علي ولا يعطيني وجه. احمد الشعر 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 ميزه الشعر ميزه تضاف للرجل لا ترفع من رجولته ولا تنقصها يعني سواء كنت يعني انا والله واجد يقولوا لي اشوفك يا ماجد انك يعني تجي لي مناسبه تجي لي حفله تجي خل عندك شو كلام هذا انا ما استصيغه ولا احبه تراها ميزه هذه يا رجل هو شوف قبول الناس. نعم. سبحان الله انا لاحظتها الحين قبول الناس للشخص ما هو علشان شعره فقط. ترى بعض الرجال مبدع ولكن ما له ظهور لان في جوانب في الحياه ثانيه سيئه فيه. صح. تلقى اخلاق السيئه تلقاه ما تعامل مع الناس سيئ لكن سبحان الله إذا أعطاك الله الإبداع واحترام الناس والأخلاق الطيبة وتقبل الآراء تمشي. صحيح. الزراني يعني هي لها جوانب ثانية ما هم بس الإبداع هو اللي يظهرك. صحيح. بعض الرجال مبدع لكن ما له طلوع ما رزقه الله قبول عند الناس ما له قبول لأن في جوانب ثانية في الحياة سيء فيها. صحيح. لكن إذا اجتمعت عندك الجوانب كلها سبحان الله يصير لك قبول ويصير لك انتشار قوي. الله يجعلنا وياك من المقبولين. اللهم امين. اللهم امين. طيب ابو بالود انا قبل فتره اتابعك بالسناب وشوفك حاضر محاوره فيها الشاعر الكبير زيد بن سلمي والشاعر متعب المسفري ولفت نظري انه
قاعد يوجه لك بيت وانت تصوره. متعب شاعر مبدع وشاعر جماهيري وطلع في الفترة الأخيرة وصغير حتى في السن ما هو كبير. ما شاء الله يستاهل. إيه لا لا الخير. لا وأنا تفاجأت إني قابلته وإنه فرح بشوفتي وأنا والله بعد فرحت بشوفته ويوم نجع على الميكروفون أثنى علي وأحرجني قدام الناس لكن شهادة أعتز فيها من شاعر مبدع مثل متعب والله. يستاهل والله. إي والله يستاهل هو مبدع. ويوم إنه جبنا طاري المحاورة ما صار لك يعني بالمحاورة محاولات أو دخول بمجالها؟ أنا أبدع في المحاورة اللي أمسكت الخط مع مقعد المرشدي أطلع رقم واحد. ونعم. مقعد الباع ولا غير ما فالميكروفونات لا أذل المقدر يعني ما لك ما فيها لا ما أعرف ايه؟ المحاورة نهاية لكن اكتشفت أنك من جمهوره ومن اللي يستمع ايه أحبها ايه نعم. حبها وحبوت تسمع فيها شعرة معينة ترى ما كل الشعراء ما كل شعر يعجبني في المحاورة. أنا مثلا عندك الشاعر فلاح القرقاح أنا أحسن نعم. الشاعر شاعر معنى صحيح سفر الدغيلبي ونعم مسيه بالخير سفر فلاح القرقاح وصل الطياني صقر هذول الشعراء اللي يعني انا اتابعهم واجدين غير كلهم شعراء مبدعين لكن انا اتكلم لك عن ميولي انا يعني اللي احبه ولا هم كلهم مبدعين في غنى عن شهادتي وما يعني ما رجل شاقين طريقهم مبدعين ولهم جماهيرهم ولهم صحيح. الحاجة الثانية أبو بالود الشاعر الكبير والعلم والقامة عبد الله بن عون أنا شفت كذا مرة أنكم رحتوا لما أنت وأبو ذيب وأشوف أنه يعني متقبلكم ومعجب فيكم يعني يا أخوي عبد الله بن عون تراسلنا وياه من قدام 20 سنة والله من قدام 20 سنة بيني وبينه مراسلات عبد الله بن عون وأبو نايف رفيج وابن عم وشاعر علم ما في كلام يستاهل وهذا كرم منه يوم انه يرد علي يعني ابو نايف الله يعطيه العافيه انا ارسل له واوذيه بعض الاحيان بالبيوت ويرد علي ابو نايف تستاهل وهو رجل متواضع الله يطول عمره يطول عمره فيه طراه بن عون فيه من البيوت ايه؟ انا لاني ترى بسالك انا بقول عطنا شيء بينك وبينه انت ما شاء الله تبارك الله عليك بحر وابو نايف بحر كلكم ابو نايف نور من الشعر ما شاء الله تبارك الله الله يوفقكم. أنا أقول لبيوتنا أقول لي 3 أيام يطري على البال سؤال يا أبو ذيب حله بيدنا لا متنا وياك ما جانا عيال بكرة عتيبة وش توي بعدنا أنا مرسل لأبو ذيب رسالة وأبو ذيب يقول قبيلتي فيها أنا عتيت وابطال كفو فاللازمة منهم يبي يسد لدنا ما جانا سمعه ولا جانا فعاله ويمكن يكمل كارثتنا ولدنا انا وياك يقول يقول ابو ذيب لا والله الا عاد بن عون الله يطول عمره امين يقول يلي غديت ولا العرب مضرب امثال من تجربتكم في الحياه استفدنا لو ما تخلطون اجزل القول بهبال انسان ما جاء مثلكم في بلدنا يقول انتم شعار مبدعين لكن انتم عاد والله انه صادق ايه هو ابو نايف الله يطول عمره اي والله يحب المناوشات وبيني وبينك قصيد واجد. طيب علاقتكم انت وابو ذيب كيف بدت وكيف جيتوا بهالفكره اللي صارت كمساجلات لين ظهرتوا على ما قالوا سطح النجوميه؟ يا احمد علاقتنا ابو ذيب وابو ذيب ولد خالي ونعم ابو ذيب ولد خالي الواقف سلام هذه مبينها لنفسي وللجمهور اي ابو ذيب ولد خالي الواقف وبعدين والعمر واحد صح والجيرة وحدة إذن أصدقاء طفولة إيش يا رجل ولد خالتي ولد خالي وأنا ولد عمته طيب وعزوبية اثنين عسى الله يزوجكم الله يجزاك خير إي والله. طيب فكرة المساجلات هذه جت معكم بالصدفة أنكم من زمان مساجلات وبعدين أضربت شوف هو بيني وبينها أنا مراسلات من قديم يعني يلي تنشد يا عرب وين أبو ذيب أنا ورا السايح على جيب شاصي عود عزوبي فيه كل العذاريب ألبس ما أخضر وثوب الرصاصي طويل الشوشة وبطن الغبيب والوجه بين وجه راعي معاصي هذه قدامي يمكن 15 سنة هذا أنت تقول لأبو ذيب أقول لأبو ذيب أبو ذيب وشلون رد والله رد علي رد علي بس ما يحضرني لكن قصيدة موجودة مشهورة هذه معروفة قصيدة نعم. أقول لك هو يعني الكلام هذا قدامي يمكن قدام السناب 10 سنوات الله. بس اني يوم طلع هذا في السناب وجات الجماهيريه وقمت اسولف لابو ذيب ونعيد قصيد البيوت القديمه وهذا جالها قبول وجالها
ما شاء الله تبارك الله، ادعي الله انكم مقبولين وانكم تستاهلون هالنجوميه وتستاهلون اكثر من الله يطول عمرك يا احمد، هذا من طيب اخلاقك ومن تواضعك الله يطول. الله يسعدك، لولا انكم يا ابو بالود طالعين بحاجه يعني ما فيها ردى ولا فيها خنا وتكرمون عنها الحمد لله، الحمد لله هذا هو. طالعين بمراجل يعني لو بيشوفكم ولدي ولا ولد الثاني والثالث ما عليه خوف، قاعد يستفيد ويشوف رجال. الله يجعلنا نطلع بشيء يجمعنا عند الناس، انت خابر عاد السنابات والغت هالايام يعني يدوب الواحد اللي يسلم بس. اي والله. والجماهيريه هذه والجمهور ويدورون عليك اي زله، لكن الحمد لله ان شاء الله ان ان, إن طالع بشيء يجمعنا ان شاء الله. باذن الله وانتم كفو. الله يطول. ومن الجزالة عندنا أشكال وألوان واليوم خلكم لنمس تعدين. ومن الجزالة أبو بالود ودي أنشدك عن الديوان، الديوان الشعري المقروء، وش رايك فيه وهل لك نيه اصدار ديوان؟ هو في احد يقرا؟ اثبت لي ان احد يقرا وانا بصدر ديوان. للاسف لا، ما عاد في احد يقرا. يعني ما في احد يقرا، ما في. انا اذكر اللي يقرون يعني من الجيل الاول كانوا يقرون، وكانوا يوم ما كان فيه تويتر ولا كان فيه الاشياء، لكن الحين ادخل على اللي تبي كله في جوجل ولا ادخل في تويتر ولا وتجد كل ما تبغاه. يعني انت تشوف الان انه موثق قصيدك حتى لو ما حطيت ديوان؟ والله شوف التوثيق، بالنسبه للتوثيق والله ان قصيدي ان بعضه انهم يرسلون لي اني مضيع مثل البيتين والثلاثه واربعه اني مضيعها وانها ترسل لي، واني اتمنى اني اوثقه في يعني شيء معين اللي بغيت ارجع له، لكن اكثر موجود في تويتر واكثر موجود في سناب عندي محفوظ ويحفظون القصيده اللي مثل هذه تحفظها الصدور قبل الكتب. واجد واجد اللي يحفظون واجد. انا القى من الجمهور يرسل لي بيوت قدام 10 سنين 15 سنه ناسيها ولا اذكرها ولا، والحمد لله. طيب بما انكم انت وابو ذيب هالمراسلات اللي بينكم وهالقصص الحلوه وكذا، ما قد صار لك انت موقف كتبت عليه قصيده او قصه وصارت عليها قصيده او ابيات؟ في قصيدتي الغزلية قصيدة مشهورة جدا اللي وجدي وجودا اللي خدر اليفاق. أنا أذكر أنا وأبوي الله يرحمه، الله يجعله في جنات النعيم، طالعين من عند واحد مزاورين في المستشفى. إي نعم. وكانوا عيالهم مودينه كان عنده الله يكفينا الشر في الكبد مرض، ومودينه لأمريكا ودوه الصين ولا له علاج وجابوه هنا. إي نعم. وكان من أصحاب أبوي. وطلعنا من عنده وكتبت القصيده اللي يقول وجدي وجود اللي يخدر اليفاق، ولي الصحاف اللي حواليه برق، ضاقت على روحه وسعات الافاق، نوب يغر ربه ونوب يشرق، ضرب الابر في يديه والصدر والساق، تقول مر من بالرصاصه المخرق، يا بالحياه وبينها وبينها رواق، عنها السعد في الدرب قام يتدرق عليك، اللي صار من بيننا فراق، وحنا من اول ما نوينا انتفرق يا ابو جبين، انطلت الشمس الاشراق، وصدر مبلينك تسنه مورق، بعدك وانا في حال معادي انطاق، لمرني طريق قمته اتشرق، والصدر مما فيه من هم وشواق، اللي ابغى يتضحك نداء وعرق. يعني بديت بالتوجد وبعدين كملتها. صح 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 بدنك الله. قصيده حزينه وفيها لا وجد. لا هذه يعني من القصائد اللي ضربت مره واشتهرت ما شاء الله تبارك الله. وفي قصيدتها شرقيه الشمس بعد جالها نبي نسمعها. هذه يقول شرقيه شمس من غرب خليها تقوم، واعلني للكون كله مراسيم الختام، ما بقى فيها من العمر ما لي به لزوم، عقب ما الانذال قاموا يهينون الكرام، واصبح الطيب يعامل معاملة الرخوم، وراعي المال الحرام يتباهى بالحرام، والاخو لاخوه ما عاد يبدي بالهموم، والثقه في الناس ضاعت وضاع الاحترام، وما بيجري في النهايه بيجري للعموم، وايش يفرق عشتري عام ولا 2000 عام؟ وايش يفرق؟ 20 عام ولا 2000 عام؟ الله أنك صح، الأمور كلها خربانة. هذه والله القفلة الزينة. الله يطول عمرك. أي والله. الله يطول عمرك. شوف تراها مشكلة اللي صار المذيع شاعر بعد مشكلة ناقد. والله يا أبو بالود إني مستمتع. الله يطول. وإني أتعلم وأدرس. الله يطول. ولا عمرك. النقد ما يجي عليك. الله يطول عمرك، والله ما نجي إلا من بعدك. الله يسعد هالوجه. وياك. طيب بختام الحلقة ودنا نتكلم عن حاجة، ولو إني إن شاء الله ما أدخل بخصوصياتك. لا تفضل عاد. انا اشوف البل تصويرك للبل دايم، هل هي ملك لك
او انك تزاور لك احد عنده هالبل؟ لا لا لا، هذه البل ملك انا و... والشاعر مقعد المرشدي هنا الهباء، ان محل في برمه وحاطين عقم وحاطين حلالنا فيه وعزبتنا فيه ومخيمنا فيه، ويجون الحوات الغانمة اللي شرواك ونجلس كل يوم ونستانسين والحمد لله رب العالمين. يا سلام، والامور طيبة. طيب وانت لازم تسير علينا هناك ان شاء الله. ضروري يا احمد. اي والله، هذا والله الجو اللي احنا نبيه. والله العظيم ان انت تشرف مرة. الله يرفع قدرك. الشرف والله لي. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. ان شاء الله ان نجي هناك ونستانس. لا لا، الشرف لنا مره. اي والله. طيب، هل فيه عندك فكره لمشاركه بالمزاين، مزاينات الابل؟ لا لا، مشاركات ما نقدر فيها ولا احنا بيمها. احنا رجال بيع عشر رايح، بس بيع عشر رايح. يوم تلقى عندنا عشر نياق، ويوم تلقى الحوش ما فيها الا قعود، ويوم ويومها. يا سلام. ايه ما ما وتحرصون على الزين، تدورون الزين ولا؟ ايه ايه، احنا ان شاء الله نجي غير الزين ان شاء الله. ما شاء الله، كفو ان شاء الله. كفو، عز الله ما يجي منكم. الله يطول عمرك. طيب ابو بالود، الشيلات لك انت اكيد انها يعني شالوا لك شعراء، منشدين، شيلات واجد. اي واجد. لكن وش اللي تشوف انه تميز منهن، وتشوف انها الحاجه اللي حتى انت عجبتك؟ والله في شيلات واجد، شال لي حاكم الشيباني، شال لي ونعم شيله، وفيه واحد نايف راضي بعد، وفي بدر العزي، وفيه صوت شمران، وفي ماجد خضير، وكلهم شالوا. ما شاء الله. كلهم شالوا كلهم، لكن فيه ضربت وحده اللي يقول كل شيء يضيع تحتها، هذه اللي ضربت جاء عليها حول 2 مليون ما شاء الله مشاهدات. الله. تستاهل. اللي شالها حاكم الشيباني. ما شاء الله تبارك الله. ولا زلت ما شاء الله تبارك الله انت مبدع، وانتاجك ما شاء الله لا اله الا الله، ما يوقف ابدا. الحمد لله الحمد لله. الله يوفقنا وياك. والله يا ابو بلود، اني ما ودي ان الحلقه تقضي، ودي انها تمتد الى يوم كامل. الله يطول عمرك يا احمد واخوانك، ومتى ما بغيت ندق علينا ونجيك. انت تتشرف معك، فاطلع معك في وقت. وافي، الله يرضى عليك. مره يا وانت لازم تسجل عليه، بس اهم شيء باذن الله ولي الشرف. الله يطول عمرك. الله يسعدك. الشرف والله، تشرفنا فيك بهالحلقه الجميله. الله يوفقك الوجه، والشرف لي، والشرف لي. الله يحفظك. والف شكر لكم ولقناتكم، والله يبيض وجهكم ولا قصرتم. وجهك ابيض، الله يحفظك. وياك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين، وصلنا الى نهايه حلقتنا، نتمنى ان شاء الله انها نالت على استحسانكم واعجابكم، ونشوفكم على خير. الله يحفظكم.